الحركه لمين؟ للانا. لنوصل لاول واحد ونشوف الحركه كيف رح تنتقل. المهارات الحياتيه غيرت لنا حياتنا للافضل وللاحسن. قانوني قال هيك. شو المشوشات عليها؟ كنا قادرين نحن نحكي؟ احلى شيء باللايف سكيلز انه كانوا يعطونا المعلومات مش باساليب المدرسه، يخلونا نحن نحبها، انه مثل انشطه ومسرحيات ورقص وتمثيل. كل نشاط له ادوات واهداف خاصه. بالمهارات الحياتيه جمال والنشاط والتعليم واللعب كلهم مع بعض. بالسهم على جهه الشمال دويره وعلى جهه اليمين مربع صغار. تحت القلب حرف اس. على حرف الاس ورقتين شجر بس بعاد شوي عن بعض. كنا نحضر افلام عن الموضوع اللي احنا ناخده مشان يوصلوا لنا الفكره بطريقه اسهل، لانه اذا ضلينا حكي ما رح نقدر نستوعب هذا الشيء، بالعكس رح نمل ويسكر مخنا. مثل اخوات، احنا الكل مع بعض، كنا اخوات مع بعض كانه عائله واحده. عن طريق التفكير الابداعي عم نعمل لمبه من الادوات المتاحه معنا. عندي اخوي من ذوي الهمام، اجت ماما بدها تسجله انه باكثر من مركز او مدرسه بس ما حدا قبله، بس هون انه قبلوه كان ينبسط كثير بالنشاطات تاعون الكبار، انه ما يرضى يروح مع الصغار، بده تاعون الكبار لانه بيسلوا اكثر وبيمثل فيهم، انبسط كثير هون.